سلام، اليوم راح نديرو لي كيش لاباطا كيش كنت درتها ديجا في فيديو سابق. دخلوا شوفوها. هنا لاباغي كيش عندي 3 حبات تاع بيض، كاس تاع لاكريم فراش، عندي رشه ندير لهم رشه تاع الملح ورشه تاع فلفل الكحل، نخلطهم هكذا بهذا الشكل. وهنايا راح نديرهم انايا بالدجاج. الدجاج كنت طيبته ديجا وقطعته هكذا بهذا الشكل تيدي، ونحطو كامل. تقدر ديرها بفيوند ولا بالطون. نخلط كامل هذيك لاباغي كيش تاعي ونديرها في لي فون دو تاغ. لي فون دو تاغ تكون وجدتهم ديجا وخليتهم يبردوا، راني نعمرهم وندخلهم يطيبوا. هي النتيجة الأخيرة، صحة فطوركم.